بدأت علاقته بيوسف إدريس من خلال البريد. يعني علاقة صالح مرسي بدأت بالكاتب الكبير يوسف إدريس من خلال الجوابات. أول رسالة كان فيها سؤال واحد، سؤال من صالح مرسي إلى يوسف إدريس، كان نص السؤال: عزيزي الدكتور يوسف إدريس، كيف وصلت إلى ما وصلت إليه؟ أرسل صالح مرسي الرسالة على مؤسسة روزا اليوسف التي نشرت أول أعمال يوسف إدريس، أرفق بها قصة قصيرة بقلم صالح مرسي. لكن يوسف إدريس فهم السؤال غلط ورد على السؤال بعصبية شديدة غير متوقعة. تصور أن صالح مرسي بيشكك في موهبته، ورد يوسف إدريس: بتسألني كيف وصلت؟ وصلت لأنني لم أتملق غرائز القراء، وصلت لأنني لم أحاول شنكلة غيري لأصعد على أكتافه. صالح مرسي ما كانش عارف طبيعة يوسف إدريس اللي عرفها فيما بعد لما أصبحوا أصحاب، ما عرفش أن حالته النفسية بتؤثر في من حوله دون ذنب ارتكبوه، لم يعرف أن كثيرا ما يعاني من سوء الفهم. أنا حقيقة عرفت يوسف إدريس عن قربه، كان عصبي وسريع الانفعال وبيرفض النقد، ولكن في نفس الوقت هو موهبة فازة واستثنائية. ده اللي بالضبط حصل مع صالح مرسي. عرفت من صالح مرسي فيما بعد أنه أحس بحرج عميق من خطاب يوسف إدريس الغاضب، وبالفعل كان يوسف إدريس يعاني من مشكلة ما قبل أن يكتب الخطاب. إن يوسف إدريس كان مثل شتاء عاصف ممطر، ولكن سرعان ما تصفو الأجواء وتشرق شمس بمشاعر دافئة. في يوم من الأيام فبراير سنة 55 عاد صالح مرسي من رحلة بحرية، ليجد مين؟ ليجد يوسف إدريس في انتظاره. بصله وقال له: أنت بقى صالح مرسي؟ في تلك اللحظة بدأت صداقة قوية بينهما. أخذ صالح مرسي في جولات للتعرف على الإسكندرية التي لا يعرفها سوى أهل الإسكندرية. وعندما قرر العودة قال لصالح مرسي: أنت قاعد في إسكندرية بتعمل إيه؟ وعلى محطة القطار أضاف يوسف إدريس: أنا منتظرك في القاهرة يا أبو الصلح. وابتعد القطار. وبعد 4 أيام وصل خطاب من يوسف إدريس إلى صالح مرسي. قال يوسف إدريس في الخطاب: قرأت أكثر من قصة لك وتغير رأيي فيك تماما. أضاف يوسف إدريس: أنت مش بس كاتب قصة فقط، ولا أنت مجتهد فقط، ولكن مستواك غير عادي في الكتابة، أنت فنان.